كانت بتصير زي صحفي انسى شوي حبي من عندي. لو ما خبرني سيد شارما الحقيقة كنت رح أقتل حالي. ما حدا بيعرف شو صار فيني. مثل ما لي شايفة أنت لازم تنتقمي منها هلأ. إيه هي لازم تتعاقب على كل أفعالها وعلى كل شي عملته. وهي المرة الانتقام رح يكون مضاعف كتير. صح شوي لأنا حاولت تقتلك، بس بسبب هذا الشيء انت عرفتي انه كمان كان في ناس بتشبهكن وصادفتي الخالة كانت تصحكي. عطول تشتكي من أحلام بشعة بطفولتك، هلأ أنا فهمت شو كان السبب ورا هالأحلام. العملية ناجحة، لازم تجهزي الترتيبات اللازمة لنقلها على غرفة الإنعاش. حاضر دكتور. دكتور أنا بحاجة كتير لمساعدتك. مساعدتي أنا؟ لو سمحت بدي منك ما تخبرهم إنه أنا عايشة، بدي يعرفوا إنه أنا متت. بترجاك دكتور أعمل هيك كرمالي ورح كون ممنونة لإلك. أنا بعرف إنه هالشي رح يكون صعب، صعب كتير عليك، بس أنا مو طالع بإيدي الشي. أنا مضطرة أعمل هذا الشي. إذا أنت ما بتساعدني يمكن أتعرض لهجوم يهدد حياتي، وهالمرة يمكن ما أنفذ أبدا. لهيك رجاء بترجاك دكتور نفذ طلبي هذا وخبرهم أني متت هلأ. إيه ماشي، بس أنا بدي الشرطة أنه تعرف شو هي الحقيقة بالضبط. نحن رح نكون بأمس الحاجة للدعم والمساندة. بالتأكيد لا تخاف، هن رح يدعموني لأنه أنا ما مخالف القانون. أنوراش أنا منيحة، بس انت مضطر انك تمثل معي هلأ. بعرف انه عم تسأل حالك شو الشي اللي صار وشو هذا اللي عم اعمله انا هلأ، بس لما رح تعرف الحقيقة بعد ما تنتهي هالقصة انت رح تنصدم وكتير كمان. أنوراج وعدني انه انت رح تساعدني لنلاقي جواب على أهم سؤال بيتعلق بحياتنا نحن الاثنين. وعدني رح تساعدني، وما عليك إلا تتظاهر إنه أنا مت اليوم وما تخلي حدا يعرف هاي الحقيقة. أنت منيحة وجنبي كمان، هذا المهم بالنسبة إلي. ماهي أكيد رح أعمل، رح أعمل كل شي بتقولي لي عليه. كان معك حق أنوراش، نحن رح نضل مع بعض وما حدا رح يقدر يفرقنا منه. بس هلأ بالنسبة لإلنا هذا التمثيل شي كتير ضروري. أنت لازم تقول الكل إنه ما هي ماتت، وبوقتها رح تظهر شوية لهنا على حقيقتها. مو مضطرين نقول الحقيقة لحدا. رجاء سيدي خليني خبرك إنه النية من إطلاق النار هي القتل. إيه بس ماهي ما ماتت، وبالتالي حياة ماهي بخطر. مضطرين نتظاهر إنه هي ماتت. ماهي لازم نقول الحقيقة للشرطة، ورح يحققوا مع شويت لانا ويقبضوا عليها. فكرت بنفس هالشي أنوراج،
بس إذا بيقبضوا عليها بمحاولة قتلي هي ما رح تنال العقوبة اللي بتستاهلها. هي ارتكبت أغلاط كتير، بس قبل ما تنحبس أنا بدي أشوفها عم تعاني وبعدين انتقم. رح أحبسها وخلي القانون ياخد مجرى. مثل ما قلت لك هي ارتكبت أخطاء كتيرة وأنا رح خليها تدفع تمن هالشي هاد، وبأكد لك ما رح تموت موتة عادية. هي رح تندم على كل شي عملته. ماهي، حالتي كانت سيئة كتير، ما استوعبت شو لازم أعمل. كيف بدي أشرح لها لساريتا؟ أنا كنت كئيب لأبعد درجة، فكرت خسرتك. أنا آسفة، بترجاك سامحني، كان ضروري أعمل هيك. بس هلأ أنا بحاجة كبيرة لمساعدتك أستاذ، وإلا أكيد ما كنت متت بكل هالسهولة. رح ضل قوية دائما، ورح ضل مع أنوراج لكل العمر. نحن اتفقنا أنه ما نروح على أي مكان لحتى نحقق هدفنا واللي ما قدرنا نحققه من قبل. شو رأيك بتتزوجين؟ عن جد أنا كتير بحبك ومبسوطة.